السلام عليكم. هناك كثير مما يتم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي بأن لقاح الكورونا يمكن أن يسبب العقم عند الرجال أو النساء في حال أخذه، لذلك أحببت أن أعلق على ذلك من الناحية العلمية. أولاً، لم تتم دراسة هذه اللقاحات لمدة تسمح لأن يتبين بأنها تؤدي إلى العقم أم لا، وبالتالي لا يوجد أي دليل علمي لصحة تلك الادعاءات. ثانياً، اعتماداً على الفهم العلمي لآلية عمل اللقاحات المعتمدة على الحمض النووي المرسال، أي لقاح فايزر وموديرنا الأمريكيان، واللقاحات المحمولة على فيروس آخر مثل اللقاح البريطاني أو الروسي، وكذلك اللقاحات المقتولة مثل اللقاحات الصينية، هذه اللقاحات لا تحتوي على فيروس حي أو مضاعف، فإنه لا يعتقد ولا يوجد سبب علمي لأن تؤدي تلك اللقاحات إلى إحداث مرض وإصابة في الشخص، تشمل الخصيتين عند الرجال أو المبيضين عند النساء. إضافة لذلك، لم يتم إثبات أن الأضداد المتشكلة تجاه بروتين الشوكة تهاجم الخصيتين أو المبيضين وتؤدي إلى العقم. ثالثا، على العكس تماما، هناك دلائل علمية على أن الإصابة بالكورونا، الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن تصيب الخصيتين، مما يثير الشك باحتمالية حدوث العقم نتيجة الإصابة وليس نتيجة اللقاح، مثل الأمراض الفيروسية الأخرى كالنكاف مثلا، والذي يؤدي إلى إصابة الخصيتين واحتمالية للعقم. كنت قد خصصت فيديو لذلك، فأرجو مراجعة ذلك على قناتي. دمتم بخير والسلام عليكم.